السلام عليكم. كي داير؟ قولي بسم الله الرحمن الرحيم. ملي خرجت لينا هاد خيتي تاعي البنات. دابا انا شوفوا ما نطولش عليكم في المقدمه، عارفه راسي ملي كنكون كنتفرج فراسي كنقول ويلي ساره تكايسي كيطيح عليا الفم. قلت لكم انا صاحب ميراج، ميراج حيت باقي معايا في الدار، ما كنصيفطوش هاد الايام مدرسه. غنمشي دابا البنات للسوبر مارشي نتقدى داكشي ديال التجهيزات اللي غندير للضيوف اللي غيجيو عندي من المغرب ليوم واحد فقط، ما غنقولش اكثر من هكا خليه مفاجاه. ضيوف غيجيو جايين زعما هاد الضيوف من المغرب جاو لهنايا لاسطنبول وغنستضيفهم ليوم واحد فقط غيجيو عندي وغندير لهم تحضيرات. مهم درت واحد لا ليست ديال داكشي اللي خاصني. غنمشي للسوبر مارشي دابا، مضطره انني ندي معايا ولدي، لكن الحمد لله ولا مزيان، ولا يهدر ولا ياكل ولا الحمد لله مالك الحمد. مهم درت واحد لا ليست كتبتها ديال التحضيرات اللي داكشي اللي خاصني ندير، 10 ديال الاشكال. جوج حاجات منهم ما غتكون من برا لانها بقلاوه، وواحد الحاجه اخرى بحال البقلاوه ولا غير بقلاوه بوحدها، حاجه وحده اللي من برا اللي هي البقلاوه. تسعود الحاجات تسعود الانواع غنديرهم في الدار من صنع ايديا وحياه عناية. الاكلات كلهم اللي غندير تركيا، لانه للناس اللي جايين من المغرب غيكون طالع عليهم داكشي ديال المغرب في الراس. اول مره كيجيو تركيا خاصني ندوقهم يتذوقوا الاكل التركي المتنوع، فتكون شي حاجه مختلفه. قولوا لي ثاني وديري لهم الكسكسو، ديري لهم الطاجين، ديري لهم الدجاج محمر، ورا داكشي راه طالع في الراس. الواحد اللي كيمشي لشي بلاد جديده اول مره كيبغي يجرب الماكلات ديالهم كاينه ولا لا. صافي تفاهموا من دابا، من دابا تفاهموا. وشنو تاني؟ كيف ما كنقولها وكنكرر داكشي ديال المغرب راه ما يغلبنيش، اللي كيطيب لك هادشي راه يطيب لك هادشي تاهو سالينا. مهم انا غنمشي دابا للسوبر مارشي، نمشيو مع بعضياتنا نتقداو، نديرو شوبينغ. شوبينغ تايم. قولي صرا شنو سير هاد النشاط؟ سير النشاط هو انه كنفكر دائما كنقول حتى حاجه ما تستاهل، ما طالعش ما طالعش، الله ما خلينا نضحكوا نشطوا. ديما الحمد لله ديما الايجابيه واخا تكون واصله فيك تل ماشي غير العظم. انا حاليا في هذا الوضع والله العظيم ربي شاهد عليا، لا غارقه غارقه ماشي وصلت لي تلنا، رانا غارقه، لكن الحمد لله دائما الايجابيه انت كتلقي ديك الطاقه الايجابيه وديك الطاقه الايجابيه كتنعكس عليك، انت كديري ديك الطاقه السلبيه وديال الهم والغم وما عرفتش شنو، ما كاين حتى شي حل حتى شي مشكل في الدنيا، هذيك الطاقه السلبيه بحال مراه كتنعكس عليك. وهذه فعلا بالتجريب، واخصائيين الطب النفسي فعلا كيقولوها. فكوني انت طبيبه نفسانيه ديال راسك، ما تحتاجيش طبيب نفساني، ما تحتاجيش اللي ينصحك. ندير شويه البودره، ندير شويه زنيقه باش وجهك ولا صفر. يا ساتر يا ساتر. ولدي كيتسناني، اليوم خصني نمشي للسوبر مارشي ونجي نبدا في التجهيزات. راجلي خاصو يجي ضروري، خصني ندير على الاقل شي حاجات ما يمكنش. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، بنتي الحمد لله ما شاء الله خلاو الاطراف دق الخشب كشي تخربه. الحمد لله بنتي ما وقع لها والو، لانه في الانفلونزا الخنازير اكيد كتنتقل، ودي لارا خوها كيتعانقوا بزاف كيلعبوا مع بعضياتهم بزاف، وكنقول يا ربي يا ربي. لكن السر هو اكيد بمشيئه الله سبحانه وتعالى ما كيوقع والو، لكن بالمساعده ديال هاد السير وهذا، صبروا هاد السير وهذا، ها سميتو ايمون 44. يعني الا جيتو لتركيا ولا الناس اللي عايشين في تركيا، هذا مقوي للمناعه هائل 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 جدا. واللي خداتو تفكرني تقول لي ساره عندك الحق تماما، للكبار للاطفال، انتم الكبار
وصغار. إيمون 44، هو الثمن ديالو شوية غالي، كيدير 80 ليرة في الصيدلية بالنسبة للناس اللي عايشين هنا في تركيا، 80 ليرة في الصيدلية، لكن في الانترنت تقدروا تلقاوه ب 50 ليرة بحال هكذا. لكن هذا مقوي للمناعة، شغنقول لك، هذا انا كنحس براسي غنمرض، راجلي حتى هو كيحس براسو غيبدا يفشل يمرض، كناخذوه ولا ولادي حتى هما كنحس بهم من غير دابا المرض ديال ميراج بوحدو غيبداو صافي يمرضوا، كنعطيهم معلقه، كناخذ انا معلقه، راجلي معلقه، الغد ليه بومبا واعر. هذا يعني الناس اللي عايشين في تركيا، ها انتوا الاخوه، راه ماشي اشهار ولا يكون اشهار، كون فيه الفائده بعدا خليه يكون اشهار، كون في الحاجه اللي كتكون فيها الفائده راه ما كيهمنيش، كون مخلصه على ولا مخلصاش على ما يهمنيش، ندير الاشهار لشي حاجه اللي غيستافدوا منها الناس. هذا خطير، يعني الحاجة اللي تعجبني واللي فيها المصلحة الكبار للصغار ليكم راه نشاركها معكم، راه ما عنديش مشكل. هذا الناس اللي عايشين في تركيا، خذوا هذا يقيكم من الأمراض. برنامج هذا بولينا ديروا إشهار يقيكم من الأمراض. والله العظيم كنهضر معكم بكل صراحة، هذا مقوي رائع للمناعة بزاف بزاف بزاف، يعني هو كما قلت لكم شوية زايد الثمن، لكن رقم واحد في تقوية المناعة الكبار والصغار. تحسوا براسكم غتمرضوا، خذوا معلقة كبيرة، غد ليه غتحسوا براسكم بحال ما فيكم حتى شي حاجة، كل شي كذوب. هو اللي كان ما كيخطانيش، هو اللي كان عطيه لبنتي هاد الايام باش ما تعداش من خوها باش ما تمرضش، وصافي انا جاهزة. ميراش بتي كنقول لي يلا مشيو، انت غنمشيو، كيعجبو ميراش يدوز معايا اوقات، صاحبي كيعيط هو كيتفرج في الطابلي، قلت لكم كيعجبو يدوز معايا اوقات، يعني انا وياه الراس في الراس. الولاد ماشي بحال البنات، الولاد كيكونوا رومانسيين بزاف مع الامهات ديالهم، البنات كيكونوا رومانسيات مع الاباء ديالهم مع باباواتهم، ما فهمتش سبحان الله العظيم علاش كيكون، لانه الجنس كيكون مختلف، كيكون جاذبيه بين جنسين، ما عرفتش، الام وولدها، الاب وبنته، سبحان الله العظيم الغريزه. الولاد كيكون الولد كيكون حبيب امه، البنت كتكون حبيبه ابوها. طبعا ما كيكونش فرق بيناتهم، لكن الولد كتكون عرفتش شي حاجه اللي مختلفه. قولوا لي اللي عندكم اولاد، اللي عندكم بنات، ولا اللي عندكم جوج، شنو كتحسوا؟ واكيد ما كيكونش الفرق لانه بجوج مشرق عليهم كرشك. لكن ما عرفتش هذا نظري، غمضي عينيكم. اميرش نشارك معكم داكشي اللي خديت البنات، التحضيرات ومن غير التحضيرات، واحد الحاجه اللي عجباتني اللي جاتني على قلبي، زيت الافوكادو. كيف ما كتشوفوا زيت الافوكادو، علاش اختاريت زيت الافوكادو وما اختاريتش الافوكادو؟ غتقولوا لي هذاك الميكشيك اللي كنت كندير راه قطعته دابا شي شهر وشي حاجه وزياده وقطعته، لكن بان فيا المفعول، دالي الحنيكات شويه، زاد لي في الوزن، غير قطعته صافي الوزن ديالي بقى ثابت. يا ربي تعافيت، طاحت مني عاوتاني 2 كيلو. لا كذبت، طاحت مني، نسيت سمحوا لي، طاحت مني 2 كيلو مع هذاك الجري ديال هذاك الشيء ديال المشروب، هذاك الشيء جري هنا جري هنا جري هنا، وما ناكل ما نشرب ما عليناش. المهم دابا غنرجع نسترجع الطاقه ديالي. الافوكادو ما لقيتش الافوكا، شي حاجه اللي زوينه كاينه ولكن ما لقيتش زوينه، قلت علاش ما ناخذش زيت الافوكادو. الافوكا كناخذها كتخسر، خاصني يوميا نديرها كتخماج، اللهم ندير زيت الافوكادو الحقيقي وديرو في عندي زيت السمسم دابا، زيت الافوكادو، زيت فين هو زيت ديال جوز الهند، هذا مازال ما كملتهاش وهذه باقا ما حليتهاش، زيت جوز الهند، يعني هاد الزيوت اللي غنيه دهنيه كتغلط حتى هي. شو ثاني درت مايونيز، وهذه خاصه غندير بها واحد جوج اكلات. دابا نقول لكم لا ليست ديال الاكلات اللي درت،
هنا هذا البرقوق، هذا كاين شي كوزينه هو البطاطا نحطها هنا. خديت لكم بهذا الشكل هذا، يعني مع القهوه ولا المهم نحطو حتى هويا. شفتوا هذا بالبيستاش، هذا باللوكوم بالورد، الورد الورد الحقيقي، الماء الورد اللي كيقولوا الماء ورد، وهذا هذا الورد الحقيقي فيه بلاتي كيبان لكم، يعني مصايبينو بالورد ملصقينو فيه مدردرينو في الورد. هذا بالشعريه، هذا حتى هو بالورد. شفتوا الورد زوين، هذا النوع من اللوكوم حتى هويا هذا حتى هو زوين، هذا النوع من اللوكوم، لوكوم يعني الحاقوم، لوكوم التركيه ما تديش عليا لسان تعود. خديت عود ثاني، خديت هذه ديال سميتها سكار غلاسي، فين ثاني حتى هو خديت لي ضروري ضروري الفلفلة ديال المحشي. كيما كتشوف هذيك الفلفلة صغيرة، فلفلة ديال المحشي. خديت الحلوة، حلوة حلوة يعني حلوة بالتركية، هي هادي حلاوة يعني بالعربية كنقولو حنا الحلاوة، هي هادي بالفستق الحلبي أولا بالبيستاش حتى هي. احلى حبيبي فريخي عرفت كنت نهبط على القفص. خديت سميتو القرقع، الجوز زعما. خديت الورقه باش غندير البرك، هذيك فيها 6 ديال الاوراق. ها الاوراق ديال البرك نوريكم كيفاش كيكون بليت. الشريك اللي قدامي كرة كيشوفوا فيه دابا واش الشجر ديالهم كيبينش وما يشوفوني ما يشوفوني، يقولوا هذه بينا ما عرفتش الشكل ديال هاد الورقة ديال البرك، كتكون على هاد الشكل هذا بحال هكا رقيقة، كتكون رقيقة. دي الصلصة ديال الفلفل الأحمر، عندي صلصة ديال مطيشة ديال الطماطم، لكن صلصة الفلفل الأحمر كتعطي واحد اللذة غير صافي. هادشي لي جبت دابا، هادشي لي خاصني، ما زدت ما نقصت، صافي سالينا. مشا هاديك الأيام ديال ندوز من حدا شي حاجة ونغمض عيني ونهز وداكشي، لا تدبير لا تبدلت بزاف، كان يا ربي تسمح لي فيا تدبير بزاف من حاجة محتاجاش ناخذ كنقول ما تعرف نحتاجها، لا دابا الحاجة اللي محتاجها فقط هي اللي كناخذها لا غير. هادي فين كيكون هادشي؟ ماشي هنا هكا، هاد ديال مطيشه، هاد ديال الفلفله، خاص هادشي يترتب، خاصو يتنظم مزيان. انا شوفوا اش قلت لكم، اش قلت لكم الفيديو اللي فات، اش قلت لكم انا في واحد المرض شوف هادشي هرب، شوف خاص يكون داكشي سيميتريك، داكشي متوازن مع بعضياته، ولا ما يهناش ليا القلب. ها دابا صافي دابا واه قول الله يستر. فالبنات غنقول لكم في هذا الفيديو ديال المشتريات ديال التحضيرات، الفيديو ديال التحضيرات هو اللي غيكون بعد هذا الفيديو، هذا الفيديو ديال المشتريات ديال التحضيرات وهادشي اللي كاين. نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف، تلاقاو ان شاء الله في فيديو ديال التحضيرات، لانه الا وريتكم فيديو ديال داكشي التحضيرات مع هادشي المشتريات غادي يجي فيديو فيه اكثر من ساعه، انا متاكده مع المونتاج غيجي فيه ساعه. فتهلاو لي فراسكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي. كنبوسكم بوسه كبيره، باي باي.